صباح الخير والسعاده على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان بما اننا خلاص داخلين على عيد الام حبينا نتكلم عن كل ام ربت وتعبت وشقت على اولادها وسهرت علشان تطلعهم في احسن حال الام هي الوحيده اللي بتدي بدون مقابل ولو حب ولو ضحت عشان خاطر اولادها ما بتنتظرش اي مقابل علشان كده حبينا نتكلم ولو قعدنا نتكلم من هنا للسنه الجايه عن الامهات عمرنا ما هنقدر نوفي جمايلها علينا الام مش مش مجرد احتفال يوم واحد المفروض الام تتكرم طول العمر لانها ام عظيمه علشان كده حبينا نتكلم ونقول عن كل ام انت ازاي ازاي هي تكون تكون معانا وتكون تضحي عشان اولادها وتعيش معاهم علشان كده حبينا نتكلم مع فضيله الشيخ اللي منورنا النهارده فضيله الشيخ عطيه محمد اي حد عنده استفسار او اي سؤال او مزعل امه وحابب يصالحها عن طريق برنامجنا يا ريت يتواصل معانا على الارقام اللي هتظهر امامكم واحب ارحب بضيفي اللي منورنا الشيخ عطيه محمد اهلا وسهلا بحضرتك حياكم الله استاذه اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك قبل ما نبدا حلقتنا عايزين نتكلم عن فضل الام في القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصابرين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا محمدا الصادق الوعد الامين اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد، حقيقه بر الوالدين ده عباده من أعظم العبادات وقربة من أجل القربات وطاعة من أفضل الطاعات ومن أجل عظم ومكانة بر الوالدين قرن الله تعالى حقهما بحقه وشكرهما بشكره فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان بعد أن تكلم عن الانفراد بوحدانيته تعالى لم يأتي بأي شيء بعد الامر بوحدانيته والانفراد بوحدانيته هذا الذي جعل من اجله خلق الله الخلق وانزل الكتب وارسل الرسل جاء بعده مباشره ببر الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك وجعل الله تعالى في القران الكريم الايات العظيمات التي تدلنا على كيف يكون البر وكيف نهتم بالبر فكان هذا لم يكن حديث عهد بالاسلام او من امه النبي صلى الله عليه وسلم انما كان من العهد القديم سنه الهيه قديمه قال الله تعالى واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل زمن البعيد لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا حينما ننظر الى ايات القران ما اجمل ايات وما احلى ايات القران وهي تتكلم عن الانبياء والصالحين في القران لتقول هؤلاء هم اسوتنا حينما نتكلم عن نبي الله عيسى عليه السلام قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. حينما نتكلم عن ابراهيم عليه السلام، القرآن يتكلم عن ابراهيم عليه السلام قال رب هب ربي هب لي من لدنك وليا رب اغفر لي ولوالدي حينما نتكلم عن سليمان حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي حينما نتكلم عن نوح قال رب لا تظر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي، حينما نتكلم عن يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالدي، حينما نتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وكان ام ايمن يعني جلست مع والدته يعني ترعاها ست اعوام في حال وجود سيدنا محمد فلما ماتت امه كان يتعامل مع ام ايمن وكانها امه بالحنان والشفقه والرعايه ويقول لها يا ام ايمن انت امي بعد امي فما لو كانت امه حيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل ويقول يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت صلوات الخمس واديت زكاه اموالي وفعلت كل انواع البر قال ان واظبت على ذلك كنت يوم القيامه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هكذا واشار الي يعني يجلس كتفه بكتفهم يجلس بجوارهم واشار الى اصبعي لكنه اشترط شرطا قال ما لم تعق والديك قال ما لم تعق والديك فلو تصلي فلو صليت حتى تكسر صلبك ولو ذكرت الله حتى تفتت لسانك ولو جاهدت في سبيل الله ومت شهيدا فلن تدخل الجنة إلا إذا رضي عنك والديك نعم حضرتك بقى تقول ايه للابناء اللي احنا بنشوفهم مليون دول اللي بيمد ايده على على امه واللي بيدخلها دار مسنين واللي بيهن بيهنها عشان خاطر آآ آآ زوجته يعني انا جات لي مكالمه تليفون امبارح بسبب ان ابن مد ايده على امه بسبب اه مراته وكسر لها باب الشقه فقعدت تبكي كتير علشان خاطر كانت اه اه متاثره جدا وبتقولي انا هفضل طول الليل قاعده علشان هو خد مراته وطلع على شقته وسابني قاعده اه لوحدي وباب الشقه مكسور وانا مش عارفه انام ال انام ازاي في, ال في الشقه وهي بالمنظر ده أه وطلبت منها ان هي تبعت لنا الصور علشان الشقه عشان نعرضها على الشاشه وقلت لها ان احنا هنتواصل معاكي وتتواصلي مع فضيله الشيخ بكره ان شاء الله في الحلقه فانا بسال في الكنترول بس اه هي معانا في ال... لسه طيب هي لسه طيب تمام هي لسه دلوقتي بيحاولوا ان هم يتواصلوا معاها علشان تدخل مكالمه معانا أه و... سيدنا النبي يا استاذه جمع المهاجرين والانصار وصعد على المنبر وقال يا معشر المهاجرين والأنصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله شفت بقى لعنة الله تعالى من منا يعني يبارز الله سبحانه وتعالى أو من منا يتحمل أن الله ها أن الله ها يلعنه أنه ملعون عند الله فقال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا صرفا ولا عدلا يعني لا فرض ولا نافله مهما تقرب الى الله فلن فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يتوب الى الله ويرضى عنه امه فرضا الله من رضاها وسخط الله من سخطها. يعني دلوقتي اللي بنشوفه العكس طب. أم محمد ألو أيوة معانا دلوقتي ألو أيوة اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام معلش بس ممكن تعلي صوتك شوية أيوة حضرتك معاكي ماشي اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاكي الشيخة واتفضلي حضرتك أنا معايا مشكلة مع ابني ابني مبهدلني تمام مبهدلني أنا دلوقتي في أنا أنا مستحمله في عشتي عشانهم هم هو ابن الكبير. اه. معذبني ابن أبوه محبوس بسببه هو. محبوس؟ دلوقتي أنا م. م. أيوه تمام. أيوه محبوس بسببه هو. م. بسببه. وأنا دلوقتي اللي محطوطة في دين أبوه بسببه بعد ما اتدينت بجوازه وكان ده ابني وأخويا وكل حاجة في حياتي. دلوقتي من يوم ما اتجوز بقى ماشي مع مراته. ايده اتمدت عليا وبهدلني، هو متجوز بقاله سنه، وبقاله سنه معذبني. من يوم ما اتجوز يعني؟ من يوم ما اتجوز. م. وهو اتغير تماما، ده انسان تاني. ايده اتمدت عليا وحبسني في شقتي. لحد امبارح. كسر باب شقتها عليا وبهدلني ومسكني ضربتني واتفرج عليا الناس. انا مش عارفه اعمل ايه تمام اتفضلي تمام يا ام اتفضلي انا مش عارفه اعمل لها ايه مش عارف هو في الشقه اللي فوقي عايش إيه معاكي في نفس البيت يعني ايه عايش معاكي في نفس البيت عايش معايا في الشقه اللي فوقيه وانا اللي عامله له شقتي التلف وبدفع فلوس بالربا موايل من الفلوس اللي انا استلفتها على فرحه وعلى عزاله وعلى وتوضيب شقته وهو قاعد ما بيشتغلش وانا مستحمله ودلوقتي يتصرف في فلوس واروح لابوه وادفع ديونه وهو ما مش مش عايز يشيل معايا اي حاجه ولو جيت حتى طلبت منه اي حاجه حتى الكلام بتاع ربنا ما بيرميهوش عليا لا هو ولا مراته لحد امبارح كسر باب شقتي طيب. وقبل كده دخل فتش في شقتي عشان يسرقني انا مش عارفه اعمل معاه ايه ماشي يا محمد خلاص انا بشكرك جدا والشيخ هيرد عليك حاجة احنا طبعا بنقول لو هو بيسمعنا <applause> اتق الله ايها الظالم لانك لا تقوى على ان تكون يوم القيامه خصيما لأمك وهي مظلومة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في الدنيا والذي ينذر بالشؤم على صاحب هذا الذنب العظيم على العاق لوالديه شؤم له والمصيبة تكون في الدنيا قبل الآخرة وهذا وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي يا أستاذة بيتكلم عن هذا الحد في هذا الحديث عن امثال هؤلاء يقول اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الاخره يقول لك اثنين ربنا يعجل بهم وبعقابهم في الدنيا قبل الاخره هم قال البغي وعقوق الوالدين البغي اللي هو الظلم وعقوق الوالدين وهذا الولد قد جمع بين الظلم وبين العقوق والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويحذرنا يقول ثلاث دعوات مستجابات فهمش كلام دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لإبنه أو على ابنه وهذه المرأة جمعت بين الدعوتين أنها مظلومة وأن هناك عقوق وقع عليها القرآن لما جه يا أستاذة يتكلم علشان نقول له الأمثال ما قالش العقوق يا أستاذة إن أنا أضرب أو العقوق إن أنا أشتم إنما قال فلا تقل لهما إيه؟ أف لما العلماء جم يتكلموا عن كلمة أف قالوا إنها زفير مع صوت قال لك إيه؟ قالك هو أصلاً ما تكلمش ده هو بمجرد إن هو نفخ بس زفير مع صوت هذا إيه؟ عبارة, عبارة. بيضرب نعم. إذا كان هذا م. أنت منهي عن فما بالك بالإيه؟ بالأعلى منه آه القرآن تكلم عن ذلك العلماء التفسير لما جم يشرحوا في الآية ديت لقوا أكثر من عشرين معنى من المعاني يأتي تحت دائرة إيه؟ كلمة أف وحتى كلمة أف هي اقل بنيه كلمه في اللغه العربيه ان هي من حرفين ما فيش كلمه بتبنى من حرف واحد انما الكلمه هذه يعني كانه يقول بابسط الاشياء ويقول لنا في في, في ايه اخرى علشان ننتبه يا جماعه لان الامر ده استاذ انتشر انتشار رهيب في عصر نكران الجميل وجحود الابناء في عصر انتشار الماديات، عصر الماديات على حساب النفسيه والروحيه والعقليه، كله بقى اصبح الماده وفقط لا يرى فضل لابويه عليه، في هذا العصر نقول ان القرآن حينما تكلم قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، قال لك لما تتعامل مع ابوك او تتعامل مع امك، تعامل مع ابوك وامك بذل بتذلل، يعني ما ترفعش صوتك مجرد رفع الصوت للأسف. كان الامام ابن سيرين وهو اللي <applause> الم... الم... هو المفسر العظيم عندنا كان الامام ابن سيرين ده حينما نزلت يقرا هذه الايه يذهب الى امه ويخفض من صوته حتى اذا سمعه سامع قال انه مريض يعني يتكلم بصوت واطي لدرجه ان لو حد سمعه يقول ان هو مش ايه لانه يعني هو مش ده كلام واحد مريض بيتعنى، يعني بيطلع الحرف فقط فوق الحرف، معنى ذلك انه بي... القرآن بيعلمنا الأدب كيف نتأدب، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ويحذرنا يا جماعة، يا جماعة العقوق يعني شؤمه أنه دين وكيل فكما تدين تدان وبالكيل الذي تكيل به تكتال اكيد مش نعم. أبناءه ابنائه هيعملوا فيه نفس اللي نعم. في نعم. ابوه اكيد بمثل ما يتعامل سيتعامل معه اذا تعامل اليوم سيتعامل معه غدا كمان فضلتك عايزين برضو حضرتك احنا داخلين زي ما حضرتك قلنا على عيد الام وما فيش ابناء بتسال على امهاتها حتى بمكالمه تليفون واحده حضرتك عايزينك تقول لهم ده برضو يعني عقوب عقوبته ايه عند ربنا طبعا العقوبه زي ما قلنا بتكون عقوبه دنيويه وعقوبه اخرويه، العقوبه الدنيويه بتبدا ان ربنا ما بيتقبلش منك اي عمل من الاعمال ولا اي عباده من العبادات مهما كانت مهما كنت قريبا من الله سبحانه وتعالى. مفيش اعمال بتطلع الا اذا كان هناك رضا، رضا من الاب او رضا من الام او رضا من كليهما. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني طلع المنبر ذات يوم وبعدين قال امين في الدرجه الاولى وفي الدرجه الثانيه قال امين وفي الدرجه الثالثه قال امين، الصحابه سالوه بعد ما نزل يا رسول الله وجدناك تقول امين، فقال جاءني جبريل في الدرجه الاولى وقال يا محمد من ادرك ابوي من ادرك ابوي فلم يغفر الله له إلا أبعده الله وأدخله النار ودي يا جماعة بيمثل لنا صعوبة يعني لو أبويا مات وهو غضبان علي أو أمي ماتت وهي غضبان علي معنى ذلك سيدنا جبريل بيقول لمين لسيدنا محمد يقول له فلن يا إيه فلن يدخل الجنة وسيبعده الله عن الجنة ويدخله النار قل آمين يا محمد يا رسول الله قال آمين من المؤمن يا أستاذة الرسول ومن الداعي جبريل طب جبريل الذي يدعو ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن على هذا الدعاء أفلا يخيفنا يعني من خفش من الدعاء ده الداعي جبريل طاووس الملائكة والمؤمن عليه محمد وهو سيد البشر فيجعلنا نحن ننتبه يا جماعة يوم القيامة العاقل والذهيج يوم القيامة الله تعالى زي ما سيدنا النبي قال لنا قال لا يدخل الجنة عاق وقول ثلاثة لا ينظر لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة شفت بقى لما أنت مثلا لما الواحد بيبقى في مؤسسة أو قدامه مدير أو وزير أو غيره ويحس أنه هو غضبان عليه أو ما بيبصلهوش شفت ده هيعامله يعني هيبقى عنده تأثير سلبي إزاي في نفسيته أكيد. فمالك أكيد. لما أجي أقول اللي بيعمل الكلام ده ينتظر أنه يوم القيامة اللي بيسموه العلماء يوم الإيه؟ الحسرة إن الكل هيتحصر اللي بتعمله النهاردة هتتحصر عليه أكيد. انت آه ده الحصر وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر يسموه يوم التغابن سموه القران نزل سوره في القران اسمها سوره التغابن ايه يعني مغبون الظالم العاقل وسياتي يوم القيامه مغبون لا يستطيع ان يقيم صلبه لا يستطيع ان يرفع عينه في تجاه المظلوم مع امه او مع ابيه او مع اقرب الناس الى عشان كده بنقول يا جماعه لابد ان احنا ننتبه معانا وقت وفرصه ان احنا نصلح هذا العقوق حتى يعني قبل الفقد قبل فقد ابوك او فقد ما زالت الفرصه قائمه وما زال البر يناديك من اوسع ابوابه واحنا عندنا يا جماعه يعني احنا اذا كنا الشباب او غيره عندنا مساجدنا مليانه وعندنا علماءنا مليين اللي عايز يروح ويفهم من الشيخ يعمل ايه اللي عايز واحد يروح معاه يرضي اباه يبوس يقبل رجله يقبل قدمه القدم ديت هي اللي ربت يا استاذه لما راحوا للشافعي واحد بيقولوا ايتخاصم الرجل مع والديه بيقولوا انا ممكن اطلع ابويا ابويا غلط في انا ممكن اطلعه غلطان انا ممكن اعمل له قعده واقف انا وابويا وجها لوجه اقول ابويا عمل فيا كذا وكذا وكذا وامي اخطات في حقي قال ايتخاصم الرجل مع والديه قال ولا مع نعليهما الحذاء بتاع ابوك ما ينفعش تتخاصم معاه ما ينفعش لأن النعل ده هو اللي رباك هو اللي حفه هو اللي جرى هو اللي عمل يعني كل الكلام ده مين من هذا أجل أن يربيك لحمك هذا أنت جزء من أبيك فكيف فكيف أن تفعل ذلك حينما كنت ضعيف أو حينما أصبحت قوياً وهو ضعيف في برضو أولاد كتير بيحطوا أمهاتهم في دار مسنين ده برضو حضرتك عايزينك تقول لهم برضو كلمة ده برضو عقابه إيه عند ربنا هو الأصل في الاسره او في وجود الاب والام كما قال القران فاما قال اما يبلغن عندك عندك معنى عندك يعني يعني في بيتك في شقتك في مكانك الذي تجلس فيه اما يبلغن عندك لان احنا عندنا الاسره مفهوم الاسره في الشريعه الاسلاميه ان عملت دفء اجتماعي يعني تتماسك الاسره كلما تماسكت الاسره تماسك المجتمع وتماسكت الامه فيعمل لك الاسره ايه مكونات الاسره عندنا في الشريعه الاسلاميه بعض الناس بتقصر الاسره على اساس الزوجين والفروع انما احنا عندنا الاسره بتتكون من الزوجين والفروع اللي هم الابناء ذكورا واناثا والاصول اللي هو الاب والايه والام والقران بيقول كده فاما قال اما يبلغن عندك انت ايها الولد يبلغن عندك الكبر وبعدين ايه اهتم بالكبر او اضاف نسب الكلام ده للكبر ليه لان في حاله الكبر بيبدا الضعف بقى احتياجك لابنك وانت ضعيف لان انت قوي ممكن وانت قوي يعني تقعد لوحدك يبقى لك شقتك المستقله طب انا كبارت ما اعرفش اعمل حاجتي ما اعرفش ادخل حمام ما اعرفش اجيب لنفسي اكل فاهتم بالكبر بقى ليه لان الانسان بيبقى في الحاله دي ضعيف جسديا ضعيف عقليا ضعيف روحيا ونفسيا واحنا عندنا قاعده قاعده عريضه بتقول ايه ان الانسان كلما كان اضعف كلما كنا به اعطف يعني كلما كان ضعيفا كنا به ايه اشد قربا واشد عطفا واشد حبا وحنانا علشان كده قال لك ايه وهو كبير لازم يكون معاك وهو كبير ده الاصل ان هو كبير لازم يكون ايه لازم يكون معاك لكن احيانا احيانا بيبقى فيه يعني فتاوى فرديه ممكن نقوله في الحاله ديت السبب ده ندخله دار مسنين م. يعني مثلا في حالة ان الـ 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 الاب, الاب بيشتغل وما فيش حد بيبقى في, في الشقة غير هذا الاب م. والاب ممكن يفضل او الام تفضل فترة طويلة 15 ساعة لوحدة. في لوحدها وهو خايف عليها من الوحدة فبياخدها ويحطيها ويحطها في دار مسنين الدار دي بيبقى عارف الاشراف اللي عليها مؤتمن الناس اللي موجودين فيها ما بيعملش عندها اي بيحقق الهدف المرجو من البر ان هو ايه بيسأل عليها. بيبقى في رعايه بيديها من أموال مش بيبقى بعيد عنها بيتحسسها كل يوم ويعرف طلباتها ومش بيبقى بعيد عنها لان في عباده اسمها عباده ادخال السرور العمليه مش عمليه ماده مخزن او بنك فلوس اروح ادي فلوس واروح انما انت مسؤول عن انك تشبعها من الماديات طبعا وهي فقيره وتشبعها من الروحانيات انك ما تبقاش ابن جاف او يبقى عندك اهمال في حاله يجي يقول انا دخل ام دار مسن فحس ان هو مهمل او بيتافف او اقول له حرام سيكون وزر وسيكون اثم وفي حاله زيدية او امثالها بنقول له ايه نأذن ذلك ما دام ان الهدف سيتحقق من الدخول ان الهدف ايه هيتحقق ان الام ستراعى جسديا وستراعى نفسيا وروحيا فلا مانع بس تعمل لها الايه تحقق لها هدف الابوه انما مش نرميها مش نهملها عشان بس آه محدش مش... يفهم كلامنا غلط في ناس في ناس تقول لك لا ده الشيوخ قالت اه ممكن نحطهم في دار مسنين فبيفهموا الكلام على مزاجهم. لا في اسباب لها مسوغ شرعي وفي اسباب اقول له لا آه لا وزر لك يعني ولا يعني آه سبب لك في دخوله فعلى حسب السبب بي بنحكم بيبقى بقى في حكم شرعي للمساله ديت ان كان هناك سبب حتمي ضروري ان كان من باب الضرورات او الامر وجوبي فنقول له اه دخلها بس ها حقق الهدف طيب اذا لم يكن هناك سبب نقول هناك حرمه طبعا. طب لو هنا في الزوج بيبقى مش بيخلي الزوجه تزور امها فهل وطبعا طاعه الزوج وجبه فهي هنا بتبقى محتاره تختار مين؟ طاعه الزوج ولا طاعه الام؟ طبعا ليس للزوج ان يمنع آه زوجته من صلة الرحم ليس له ذلك لأنه بيصطدم مع أصول عندنا في القرآن بيصطدم مع عبادة الإيه؟ البر والإحسان وصينا الإنسان بوالديه حسنا بوالديه إحسانا بيصطدم مع الآية دي بيصطدم مع مع ان هو بيبقى سبب من اسباب قطع الرحم، ما قطع الرحم ده ممكن يكون بالمباشره وممكن يكون هو اللي ايه بأمر منه أن يعني يكون سبب من أسباب قطع الرحم فيأخذ الوزر وإحنا عندنا قطع الرحم يا أستاذ لما القرآن جه تكلم عنه قال إن ده هي الخسارة الحقيقية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض لما جه تكلم أولئك هم الخاسرون هم دولت لما جيت أتكلم عن الكلام ده وعمل لنا عقوبة قال ايه اولئك الذين لعنهم الله يعني عقوبة شديدة فبيتعارض مع هذه الأصول ثانيا نعم أن طاعة الزوج حضرتك. طاعة مقيدة مش طاعة مطلقة أنا ما أشكر حضرتك نعم. وقتنا انتهى عشان في الكنترول خلاص كده يعني نعم شكرا نعم. لحضرتك جزاك الله مشاهدينا الكرام وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أشوفكم على خير وإلى اللقاء